أهلا بكم في الحلقة الأولى من سلسلة فيديوهات أنا مش بياع. هنتكلم فيها بعنوان الحلقة نحن لا نبيع. بيعرفوا عملية البيع في العالم كله إن هي assisting and persuading the customer to buy something. كده وظيفتنا إن إحنا نساعد العميل على شراء سلعة معينة أو helping the customer to take buying decision. فنحن نساعد العميل على اتخاذ قرار الشراء الصح. وقرار الشراء الصحيح له هو شخصيا مش لي انا كمسؤول مبيعات. فوظيفتنا ان هي هيلب، يعني انا استشاري لعميلي ان انا بساعده على اتخاذ قرار الشراء الصح. وكده يبقى انا استشاري مبيعات او انا مسؤول مبيعات، انا ما بضغطش على الكاستمر عندي ان هو يتيك باينج ديسيشن، بالعكس انا بساعده ان هو ياخد قرار الشراء الصح في مصلحته هو الشخصيه. وكده تابعونا الحلقة الجاية، هنتكلم إن أنت كاستشاري مبيعات أو مسؤول مبيعات أنت لا تقدر على بيع أي سلعة لأي شخص، وإنما إن أنت تقدر تمارس عملية البيع بالطريقة الصحيحة. شكرا لكم.